رجل في الثمانين يسعى وراء اصوات الشباب، الطريق واضح. تيك توك حملة إعادة انتخاب الرئيس الامريكي جو بايدن تحاول جذب الناخبين الشباب عبر التطبيق الصيني تيك توك وفق اكسيوس. خطوة ربما تكون نوعية فاستطلاعات الرأي تشير إلى أن بايدن بحاجة إلى تعزيز جاذبيته أمام الناخبين الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين عاما. الدليل بلغة الأرقام 32% من الأشخاص تحت سن ال30 يتلقون الأخبار بانتظام من تيك توك أي بزيادة قدرها 255% منذ عام 2020 وفق استطلاع أجراه مركز أبحاث أمريكي إدارة بايدن حاولت الاستفادة من تيك توك من قبل دون الانضمام إليه وذلك عبر الاعتماد على بعض المؤثرين الديمقراطيين الموجودين على المنصة كالسيناتور كوري بوكر مواقف متباينة حول تطبيق تيك توك في أروقة البيت الأبيض تناقش غريب بين رغبة في الاستفادة من المنصة كأداة انتخابية ورغبة أخرى في حظره وإبعاده عن الأجهزة الحكومية ساحة تيك توك تبدو فارغة حتى الآن من المنافسين الجمهوريين ساحة قد يستغلها بايدن فتيك توك مهما كان صينيا او غير صيني بات واقعا لا يمكن تجاوزه اياد حمود العربيه